هاي، النهاردة هوريكو هاك ازاي تعملوا ريستايل للتيشيرت الواسعة بتاعتكو. هتتنوا التيشيرت من النص من تحت شوية وتلفوها من جوه، وبعدين تجيبوا التوكة من عندكو وتلفوها على الحتة اللي جوه، وبعدين هندخل التيشيرت كلها جوه البنطلون. ولو التيشيرت زي بتاعتي مكتوب عليها هنشدها من الجنب عشان الكلام يكون باين. ما تنسوش تعملولي سبسكرايب وكمان فولو على الانستجرام، هحطلكو اللينك في الديسكريبشن تاب.